من مسائل المسح على الخفين أنه لا تشترط له النية كستر العورة. تصور لو أنني بالليل احتجت إلى أن أدهن قدمي حتى تلين، المهم أنني توضأت ثم دهنت قدمي، لما فرغت من الوضوء ودهنت وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق أو بعد ساعة قلت ألبس الشراب. ألبس الشراب من أجل ماذا؟ مو من أجل مسح، لبست الشراب من أجل أن السخونة تكثر في قدمي فتلين أكثر. لبست الشراب، أنا لا أقصد المسح وإنما قصدت أن تسخن قدماي. فلما جاء وقت الفجر واستيقظت، هل أمسح أم لا؟ أمسح. لما؟ لأنني لبست الشراب على طارة بقطع النظر عن نيتي، هل لبست هذا الشراب من أجل أن تسخن قدماي أو من أجل أمر آخر؟ لا يلتفت إلى هذا. بما أنني لبست الشراب على طهارة فلا تنظر لأي شيء آخر.